بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصة اليوم بحل التمارين الحصة الماضية. إذن التمرين الأول، علبة جبن تحتوي على 8 قطع، العلبة كاملة، الكسر معنى الوحدة. ما معنى الوحدة؟ الوحدة قلنا هي العلبة كاملة. كم قطعة جبن في العلبة؟ يوجد 8 قطع، إذا عندي 8 قطع، إذا العلبة كاملة هي 8 على 8، إذا 8 على 8، إذا هذه الوحدة، لأن قلنا الوحدة عندما يكون الكسر يساوي المقام. أكلت قطعة واحدة من 8، أكلت قطعة واحدة يعني 1 من 8، كم بقي؟ وبقي فيها 7 قطع من 8. أكلت قطعتين، إذا البسط أخذت 2 من مجموع القطع هو 8، وبقي فيها، إذا شحال بقى لي فيها؟ بقى 6 قطع من 8. أكلت 3 قطع، إذا أخذت 3 قطع من 8، وبقي فيها كم يبقى؟ يبقى 5 قطع من 8. أكلت 4 قطع، نكتب 4 أكلتها من كم قطعة؟ مجموع قطع هو 8، وبقي فيها إذا 4 على 8. أعيد، العلبة كاملة هي 8 على 8، أكلت قطعة واحدة، الواحدة التي أكلتها هو البسط، أكلت 1 من ماذا؟ من العلبة ذات 8 قطع، وبقي فيها 7 قطع من 8. أكلت قطعتين من 8، يعني أكلت 2 من 8، مجموع كل القطع على العلبة هو 8، أكلت 2، وبقي فيها 6 قطع من 8. أكلت 3 قطع، 3 من 8، وبقي فيها 5 على 8. أكلت 4 قطع، 4 من 8، وبقي 4 من 8. أتمنى أنكم حليتم التمرين بهذه الطريقة وهي سهلة جدا. قلنا المجموع هو المقام، ما أخذته هو البسط. نمشي الآن للتمرين الأول، هو المقارنة بأكبر أصغر أو يساوي. راح نبدأ من اليسار إلى اليمين، إذا 1 9 مع 8. ننتبه، لاحظوا جيدا أبنائي، 9 أكبر من 8، 9 أكبر من 8، إذا الكسر، عفوا، 1 أصغر من 9 على 8، لماذا؟ لأن 8 على 8 هي الوحدة، إذا 1 أصغر من 9 على 8، لأن 9 أكبر من 8. هنا لدينا 8 على 8، البسط يساوي المقام، البسط يساوي المقام، إذا يكون يساوي 1. هنا 4 على 8، 4 على 8، إذا 4 أصغر من 8، 4 أصغر من 8، إذا 4 أصغر من 8، إذا 1 أكبر من 4 على 8. جيد أبنائي، إذا الملاحظة فقط من خلال الملاحظة، ما يعني لا يوجد عمل كبير. هنا بما أن 9 أكبر من 8، إذا الكسر أكبر من 1، البسط يساوي المقام، إذا يكون يساوي 1. 4 على 8، البسط أصغر من المقام، إذا هذا الكسر أصغر من الوحدة، وواحد أكبر من الوحدة. نمر الآن للتمرين الثالث، حول الكسور التالية إلى كسور عشرية. إذا ننتبه أبنائي، هنا أعطوني المقام يكون 10، المقام يكون 10. نتعودوا على هذه الطريقة، تساوي، قالوا لي 10. دائما كي أحول
أي كسر إلى كسر رشدي، نكتب الكسر كما هو، نكتب البسط هنا 3 والمقام هنا 5. الكسر نكتب 3 على 5. رايحة نضرب ما هو العدد، يعني دائما فكر بهذه الطريقة، ما هو العدد الذي نبدأ بالمقام، لأن المقام هو المفتاح نتاع باش تحول أي كسر إلى كسر رشدي. ما هو العدد اللي نضربه في 5 يعطيني 10؟ ما هو العدد اللي نضربه، ما هو العدد، هذا العدد المطلوب هنا، ما هو العدد الذي أضربه في 5 ويعطيني 10؟ هو العدد 2. ننتبه الآن، بما أنك ضربت 5 في 2 وأعطتنا 10، إذا مفروض عليك ولازم عليك أنك تضرب البسط كذلك في 2. إذا لما نضرب 3 في 2 تعطيني 6. إذا 3 على 5 كي أحولها إلى كسر عشري وأعطانا المقام المطلوب هنا 10، نضرب في 2. لماذا؟ لأن 5 في 2 تعطيني 10. بما أنني ضربت المقام في 10 يجب أن أقوم بضرب البسط كذلك في 10. نفس العمل بالنسبة للكسر الثاني، نفس الشيء بالنسبة للكسر الثاني. راح نكتب خط الكسر نتاعي، نكتب البسط، نكتب المقام، ما هو فاش رايحة نضرب، وندير خط الكسر هنا والمقام دائما 10. الآن 2 فاش نضربها باش تعطيني 10؟ نضربها في 5. لاحظوا جيدا، بما أنني ضربت المقام في 10 نضرب البسط كذلك، عفوا في 5، بما أنني ضربت 2 في 5 نضرب البسط كذلك في 5. 4 في 5 تعطيني 20. إذا 4 على 2 الكسر العشري الذي يساويها هو 20 على 10. نمشوا للكسر الثاني الآن. إذا 25، 25 ما هو العدد؟ ندير خط الكسر تساوي، عدنا المقام هنا 100، هنا 25 مقام وعندي 3، الضرب ضرب. إذا 25 ما هو العدد اللي نضربه في 25 ويعطيني 100؟ هو العدد 4، لأن 4 في 5 20، أكتبوا 0 واحتفظوا بالإثنان، 4 في 2 8 والإثنان 10، إذا تحصلت على 100. إذا 25، بما أن واش قلت أنني لما أضرب المقام في العدد لازم نفس العدد، ما نضربش في عدد آخر من اختياري، لا، بما أني وجدت أن 5 كي أجد 100 أضرب في 4، معناتها نضرب كذلك البسط في 4. إذا وثلاثة في 4 تساوي 12. الآن الكسر الثاني كذلك، إذا ندير خط الكسر تساوي وعندنا 100، نكتب قلنا البسط 13 ونكتب 50 في في. إذا 50 ما هو العدد اللي نضربه في 50 ويعطيني 100؟ هو العدد 2. 2 في 0 0، 2 في 5 10، إذا تحصلت على 100. قلت ضربت المقام في 100 في 2 باش وجدت 100، إذا نضرب البسط كذلك في 2. 13 في 2، 2 في 3 6، 2 في 1 2. إذا الكسر الكسر العشري الذي يساوي الكسر 13 على 50 هو الكسر 26 على 100. الآن أعطوني الكسر بالآلاف، نعم كسر 1000. إذا ننتبه خط الكسر يساوي الكسر هنا المقام عفوا في 1000. إذا عندي 6 وعندي 20. إذا 20 ما هو العدد اللي نضربه في 20 ويعطيني 1000؟ نضرب في إذا ما هو العدد اللي نضربه في 20 في 50. إذا عندي صفرين،
صفر هذا وصفر هذا هما لا، 5 في 2 10 تحصلتوا على 1000. بما اني ضربت في 50 نضرب البسط كذلك في 50. اذا 0 6 في 0 0، 6 في 5 30. اذا الكسر المساوي لهذا الكسر هو الكسر 300 6 على 20 يساوي 300 على 1000. نفس الشيء بالنسبة للكسر الآخر. إذا خط الكسر تساوي 1000. إذا اثنان نكتب البسط والمقام دائما، هذه هي الطريقة، دير خط الكسر تكتب البسط والمقام كما هو. 3 على 2 نضرب، فاش نضربه؟ إذا 2 فاش نضربها؟ نضربها في 500، نضربها في 500. إذا صفرين تاع 500 هاهمالا، 5 في 2 10 هاهينا. بما أنني ضربت المقام في 500 نضرب البسط كذلك في 500. إذا أحتفظ بالصفرين، 5 في 3 15. إذا ننتبه، تحصلنا الكسر المساوي الكسر العشري الذي يساوي الكسر 3 على 2 هو 1500 على 1000. أتمنى أبنائي أنكم وفقتم في حل هذه التمارين، لأن يعني تلاحظون أنها بسيطة، لا يوجد شيء صعب جدا. إذا أتمنى لكم النجاح والتوفيق ومواصلة العمل. شكرا أبنائي.